الإمام الخليلي كان يثق كثيرا في الشيخ منصور بن ناصر. وطبعا معروف الإمام الخليلي له منهج في التربية، كيف يربي الأولاد ويربي التلاميذ، فيربيهم دائما على المنهج الصحيح والتربية السليمة، ولكونه أن الإمام يريد أن يخرج تلامذة ذو ذكاء وذو فطنة، ويعتمد عليهم في المسائل. ولهذا يذكر أن امرأة جاءت مع زوجها إلى الإمام محمد بن عبد الله الخليلي وقالت: هذا زوجي وهو مريض، والناس يقولون أن به جذاما، وأريدك أن تنظره. فقال الإمام للشيخ منصور: أنت أعرف مني بالجذام، فانظر هذا الرجل، شوف هذا الرجل. ولما رآه الشيخ منصور قال: ليس به جذام، هذا الإنسان ما في جذام، إنزين، وإنما فيه طبع يابس، فيه طبع ويابس. وطبعا الشيخ منصور كان طبيبا، وسنأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة ونذكر جانبا من الفوائد أو فوائد الشيخ منصور الطبية، ووصفات الشيخ منصور الطبية. فالمهم قال: هذا في طبع يابس وعالجيه واشتري له أدوية. فالمهم الحرمة هذه قالت على أنه تقول هي ما قضية هذه، لكن قضية أنه هذا زوجي بخيل وهذا زوجي شحيح وما تخرج منه ولا بيسة، فكيف نشتري له؟ يعني ما استطيع أنه أسوي أي شيء. فالمهم قال لها الشيخ منصور: نعطيك وكالة، نعطيك وكالة، واشتري له، بيعي شيء من أملاكه لتعالجي. وفعلا ما كانت إلا هذه القضية، زين، فباعت بعض أملاكه من أجل أن تشتري الأدوية وتعالج زوجها الذي أصيب بالطبع اليابس. وطبعا القضية المشهورة في حصن الزام التي وقعت في عهد الإمام الخليلي بين بني هناءة وبين بني شكيل، وطبعا هذه القضية حضرها الإمام رحمه الله تعالى بنفسه. فحكم الإمام في، طبعا الإمام أمر أن يحكم في هذه القضية الشيخ العلامة محمد بن سالم الرقيشي رحمه الله تعالى، ومعه من كان معه الشيخ منصور بن ناصر الفارسي. وطبعا حكم فيها بالعدل والسوية، وتصالحت الطائفتان من فضل الله تعالى، ورجع الإمام مسرورا مرتاحا مستبشرا، لأن القضية حلت بدون حرب، والحمد لله رب العالمين. ولهذا نحن لما نتكلم الآن عن بني هناء، أو نتكلم عن بني شكيل ومزاولة الشيخ منصور للأحكام القضائية، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ثقة الإمام الخليلي رحمه الله تعالى بالشيخ منصور وغيره من الفقهاء في ذلك الوقت. وطبعا مما يدل على ثقة الإمام كذلك، من لقاه أنه كان يستعين بالشيخ منصور في بعض القضايا أو الحكم في بعض القضايا، لا، وإنما كان يثق فيه الثقة التامة، فيوليه كتابة رسائل الإمام، كان يكتب للإمام رسائله. وموجودة كثير من الرسائل لما تقرأها مكتوب تحتها أو مذيل فيها كتبه منصور بن ناصر الفارسي. ويعتمد الإمام أيضا في أجوبته على رأي الشيخ منصور ومحفوظاته، فيجيب سائله بما قاله الشيخ منصور رحمه الله تعالى. فمن ذلك لما مرض الإمام الخليلي وطعن في السن رحمه الله وغفر له، كان حينما يسأله بعض الناس أسئلة يوجههم إلى الشيخ منصور، يعني عاد الإمام تمرض وهكذا، فكان لما يسأله بعض الناس يقول: اسألوا الشيخ منصور، اسألوا الشيخ
جد سعيد بن ناصر السيفي، اسألوا الشيخ منصور بن ناصر أو الشيخ سفيان بن محمد الراشدي. فطبعا هؤلاء كانوا قضاته المقربين وكانوا معه، فيوجه الناس إلى الشيخ منصور. في أواخر عهد الإمام الخليلي رحمه الله تعالى ضعف الجانب الاقتصادي في تلك الفترة نظرا للأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم، والحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. الإمام الخليلي اعتمد رأي الشيخ منصور الفارسي بأن يباع بعض بيت مال المسلمين لتقوية الدولة. يعني الشيخ منصور أفتى وقال الإمام الخليلي، قالوا من الأفضل أنك تبيع بعض بيت المال من أجل أن تتقوى الدولة ولا ينفلت الأمن والاستقرار في البلد. فالإمام رحمه الله تعالى أخذ برأي الشيخ منصور الفارسي وأمر ببيع بعض أملاك الدولة أو بيت مال المسلمين من أجل عزة الدولة وتقوية الدولة ونحو